يا اهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ طب بما ان النهارده الجو يعتبر شمس وحلو شويه في لندن، فانا قادر ان انا اطلع واتكلم كده من البلكونه بصراحه قبل ما الدنيا تليل وقبل ما الجو يشت تاني. الحاجتين عاوز اتكلم فيهم، الحاجه الاولانيه موضوع اللجوء. ناس كتيره قوي بتيجي تسال عن اللجوء، احنا ما نعرفش حاجه عن اللجوء. كل دوله وليها قوانين خاصه باللجوء بتاعتها، فلو عاوز تعرف اي حاجه عن اللجوء ادخل على الاوفيشال ويب سايت بتاعه الهجره واقرا مواضيع اللجوء ماشيه ازاي، طرقها ازاي، لان كل دوله بتختلف من دوله لدوله. في دول ما فيهاش لجوء، مهما عملت هم مش هي اكسبت او هيوافقوا على اي لجوء مهما كان، بدون ذكر اي دوله او اسم من اسماء الدول. في دول بتقول لك في لجوء بس بشكل نظامي وبشكل معين، واحنا ما نعرفش حاجه عنها، تمام؟ فاحسن حاجه تتواصل مع الدوله اللي انت عاوز تعمل فيها لجوء وتسالهم، هو ده اسلم واسهل طريقه. اي حد هيقول لك اي حاجه تانية فاكيد كلامه غلط. الدوله او حكومه الدوله هي الوحيده اللي عارفه ازاي انت ممكن تقدم على اللجوء عندهم. في ناس جم اتكلموا على موضوع كوك ايلاند او جزر الكوك ونعمل فيها لجوء، الكلام ده مش صح. لو سمعت في اليوتيوب من اي واحد بيتكلم على الموضوع ده فالكلام ده كله غلط في غلط في غلط في غلط. وانك انت فكره انك انت عاوز تروح نيوزيلندا كترانزيت عشان تروح جزر الكوك، او انت واخدها مثلا ان هي كحجه عشان تروح جزر الكوك، الموضوع ده كله معروف ومش هيتوافق عليه، وبالتالي محدش حاول يعمله ويخسر فلوس على الفاضي. حرام انك تدفع فلوس في حاجه كلنا عارفين انها مش هتحصل. الحكومات في نيوزيلندا او استراليا واعيين للموضوع ده، عارفين بالظبط الموضوع ده، وعارفين ان في ناس بتقول لك طب ماشي جزر الكوك من غير تاشيره ينفع تاخد ترانزيت نيوزيلندا وتروح. الكلام ده ثيوريتيكالي او نظريا ممكن يكون صح، لكن عمليا لا، لان لما هتيجي تقدم على تاشيره ترانزيت لنيوزيلندا او استراليا، نيوزيلندا واستراليا فاهمين طبعا، لانك انت ازاي واحد ما سافرش اي حته في الدنيا او ما راحش اي بلد في الدنيا، ما راحش الدول اللي حواليه، خلينا نقول مثلا هو من بلد من البلاد مثلا اللي جنب اوروبا وما راحش اي دوله في اوروبا وعايز يروح جزر الكوك او كوك ايلاند اللي في اخر الدنيا، طبعا الموضوع مش معقول، تمام؟ مش واحد مثلا لف الدنيا كلها وفاضل له بس كوك ايلاند وعاوز يروحها، او مثلا تونجا او حاجه زي كده. وبالتالي يا جماعه نصيحه شخصيه، نصيحه شخصيه فعلا، عشان حرام تصرف فلوسك في حاجه ملهاش اي لازمه وهتخسر فيها. حتى لو سمعت من اكتر واحد مؤثر على اليوتيوب او على الفيسبوك قال الكلام ده، انا بقول لك الكلام ده غلط. الحل الوحيد لو انت بتفكر تقدم لجوء، لو عندك مشكله عنيفه في بلدك لسبب من الاسباب، اذا كانت حرب، اذا كانت انك تتواصل مع الامم المتحده او مع الدول اللي هي بتقدم مواضيع اللجوء دي وتسالهم وتعرف منهم ايا كانت الدول، من غير ما احدد اي دوله من الدول. موضوع جزر الكوك يا جماعه مش صحيح، لان انا لاحظت ان في كتير قوي ناس بتسال على الجروبات بتاعت نيوزيلندا واستراليا على موضوع كوك ايلاند، وناس سالتني في اليوتيوب والفيسبوك على الموضوع ده، وبالرغم ان انا قلت في كذا فيديو قبل كده انه غلط وانه مش صح، وفي نفس الوقت كمان كتبتها كذا مره يا جماعه ما ينفعش الكلام ده، يا جماعه بتخسروا فلوسكم على الفاضي، لكن لازالت ناس بتسال. وانا بصراحه بقولها، وانا بقولها بحرقه دلوقتي من منطلق اللي انا صعبان عليا الفلوس اللي هتدفع عشان انت سمعت واحد على اليوتيوب او واحد على الفيسبوك بيقول لك ان ده حل. ده مش حل. انت لما بتيجي تقدم على ترانزيت فيزا عشان تروح بلد تانية، هو البلد اللي بتقدم فيها على ترانزيت فيزا هم فاهمين وعارفين، الناس دي فاهمة كل حاجة وعارفة الثقافة وعارفة الكالتشر وعارفة بيحصل ايه وعارفة السياسة ماشية ازاي، عارفين كل حاجة. فما تتوقعش انك انت هتاخد، هم هيدوك فيزا ترانزيت وهم عارفين انك انت عاوز تقدم لجوء. الحل عشان تقدم لجوء انك تمشي على الطرق المشروعة اللي الدول دي قالت عليها، تمام؟ يا اما الامم المتحده. بس الفيديو ده سريع جدا عشان الموضوع ده، لان الموضوع ده اتكرر معايا كتير جدا الفتره اللي فاتت، الكام اسبوع اللي فاتوا، وانا صعبان عليا الاخوات اذا كانوا رجاله او السيدات اللي عمالين يسعوا في الموضوع ده وبيحاولوا يدفعوا فلوس والكلام ده. حرام عليكم فلوسكم اللي انتوا شقيتوا فيها وتعبتوا فيها. لو سمحتوا يا جماعه اتاكدوا من الموضوع ده الاول وامشوا بالطرق الشرعيه، دي احسن حاجه. لو انت بلدك ما عندكش فيها مشكله فما ينفعش الجوء، ما تجيش من بلد مستقرة إذا كانت مستقرة سياسيًا أو اقتصاديًا، فيها مشاكل اقتصادية طبيعية، فيها مشاكل سياسية طبيعيًا، ولكن ما فيهاش حاجة كده أهو، وتروح تقدم لجوء، لجوءك مش هيتوافق عليه لأن أنت ما عندكش مشاكل. اللجوء معناها إن أنا بحمي حياتك لأن حياتك مهددة
مهدده، فيها خطر على، في الحياه هناك فيها خطر على حياتك. غير كده ما اعتقدش ان مواضيع اللجوء بتمشي. المواضيع دي من اصعب المواضيع، واي واحد يقول لك انا عارف وتعالى وادفع لي ما تصدقش كلامه. ده من الاخر كده واحد نصاب عاوز ياخد فلوسك وبعدين يقول لك اتصرف وانا مالي. الفيزا اترفضت، اترفضت الفيزا، اتوافقت، اتوافقت عليها وانا مالي. عشان كده الطرق، عشان كده الدول دي ولانها دول محترمه مقدمه لك حافز تدخل تقرا عليها وتتواصل معاهم، ولو ينفع تعمل فيها لجوء هم هيرحبوا بيك. الميزه في مواضيع اللجوء الطبيعيه ان الدول دي لما بتاخد ناس عندها بترحب بيك، بتديك فلوس، بتديك تعليم ببلاش لاولادك، بتاهلك انك تعيش حياه جديده جوه البلد دي، جوه البلد دي. لكن لو انت رحت بطريقه غير شرعيه ففي بهدله للاسف بتحصل. ممكن بعد كده تقدر انك تكمل في البلد وتقدر ومش عارف ايه والكلام ده، لكن في بهدله، واكتر الناس مش حامل البهدله دي. فامشي صح احسن حاجه. انا بتكلم عشان مواضيع النصابين اللي زادوا كتير قوي دول، واللي يقول لك طب تعالى ادي انا هوديك مش عارف ايه، ولا تعمل ايه، ولا تنزل ترانزيت في كذا، وتعمل ايه في باسبورك، والكلام اللي ملوش اي 30 لازمه ده. لو سمحتوا يا جماعه حاولوا تبعدوا عن الموضوع ده. كوك ايلاند بيج نو. تمام، كوك ايلاند لو انت واحد لفيت دول كتيره في العالم ورايح تتفسح ده موضوع تاني. لو انت واحد رحت فرنسا وانجلترا وامريكا وكندا وزرت الصين وسنغافوره وكذا وعمال تتفسح، واحد بقى رحاله والكلام ده، ساعتها ممكن تقول انا عاوز اروح كوك ايلاند عشان اشوف الايلاندز اللي هي في اخر الدنيا، واه لازم اخد تاشيره مثلا ترانزيت فيزا لنيوزيلندا او ترانزيت فيزا لاستراليا. ساعتها ده منطقي لانك انت رايح تتفسح فعلا، مش واخدها ككوبري عشان تروح اي بلد من البلاد دي وتقول انا خلاص انا هعمل لجوء هنا والكلام ده، ما ينفعش. بس فيديو سريع من البلكونه. انا عارف الفيديو ده يمكن كنت عنيف فيه شويه او كنت حد فيه شويه، بس انا صعبان عليا اي حد بيصرف فلوس في حاجه ملهاش لازمه عشان واحد على اليوتيوب عاوز يعمل مكاسب او يعمل شويه فيديوهات او يعمل ريتش او لايكس والكلام ده، وبيقول كلام ملهوش اي لازمه، ولا هو درس الموقف، ولا هو عارف بيحصل ايه، ولا هو حتى فكر يروح. هو كل الحكايه قرا كلمتين وراح قايلهم، او بمعنى اصح هو عارف ان هو بيكذب، بس عارف ان المشاهدات دي يعني هتلم، الفيديو ده هيلم مشاهدات وناس هتجيله وناس هتفكر. حرام انكم تدفعوا فلوس في الموضوع ده يا جماعه، حرام حرام حرام. انتوا واهلكوا واولادكوا اولى بالفلوس دول. لو انت شايف ان في لجوء محتاج تعمل لجوء، دي طرق شرعيه. الحاجة التانية، لو انت واحد متميز في مجالك وتقدر انك انت تدور على شغل بره طبيعي اعمل كده. يعني اخر حاجه تفكر فيها ده موضوع اللجوء. لو انت واحد عندك شغلانتك الحلوه وعندك خبره كويسه، طب ما تدور على شغل طبيعي، واخد بالك، ما تدور على شغل طبيعي وتحاول تروح بلد، ومن البلد دي تحاول تهاجر لبلد تانية، وهكذا وهكذا. الفرص بتتفتح في العالم كله الريسبكتيف على الجنسيه بتاعتك مهما كانت جنسيتك، مفيش حكر على جنسيات. تمام، وبالتالي ده اللي انا بحاول اعمله في فيديوهاتي، اللي انا اقول للناس على الفرص اللي موجوده بره. بحاول اوعي الناس، بحاول اقول للناس لا ده في ناس بتسافر من كل الجنسيات. اللي بيجي هنا مثلا في انجلترا او بريطانيا، اللي بيروح نيوزيلندا، واللي بيروح استراليا، بس بيمشوا صح، بيمشوا صح، بيعملوا خطوات صح، يا اما بيهاجروا هجره طبيعيه خالص، يا اما في شغل بيجي لهم والشركه اللي هم رايحين لها بيعملوا لها سبونسر شيب وبتجيبهم هناك. بس انا كده خلصت الفيديو ده، حبيت بس اعمله من البلكونه زي ما انتم شايفين كده الباك جراوند بتاعي اهو، عشان الناس تعرف دي حته اسمها ساتون في يو كي في لندن. وبس كده الفيديو بتاعي خلص، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. شاكر جدا ليكم، السلام عليكم.